أعزائي المشاهدين الكرام، حياكم الله وحيا الله أهالي ولاية نزوة اللي مشاركينا اليوم في برنامج أصالة. حقيقة جايبين أشياء كثيرة، لكن اللي شدنا الابتكارات الجميلة ونعتبرها ابتكارات عمانية. أولى هذه الابتكارات جهاز لصعود أو طلوع النخل. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله شكرا، عساك بخير. تعال معي هنا شوية. تعرف عليك. جمعة الخميس صباحي. حياك الله يا الصباحي، كيف حالك؟ الحمد لله شكرا، عساك بخير. الحمد لله. هاي طاهر الصباحي يسلم عليك. الله يسلمك. خبرني كيف ابتكرت هذا الجهاز؟ طبعا لاحظنا جهاز صعود النخيل التقليدي، الحبل يعني، اللي هو حبل الطلوع. حبل الطلوع طبعا، الواحد بيطلع النخلة بزاوية 90 درجة ضد الجاذبية الأرضية. حبل الصعود القديم إذا كانت النخلة كربها سليم ما عنده مشكلة يمسك، لكن إذا كان كرب متحلل يحصل عنده انزلاق. أكيد نفس الشيء الإنسان. وياما كثير من المزارعين طاحوا سقطوا خاصة من العوانات. نعم نعم نعم. فأنا عملت الفكرة هذه الجديدة علشان يتشجعوا الأولاد ويتشجعوا الكبار والصغار طبعا. يعني الجهاز هذا ما في حاجة إنه ينزلق، لأنه يعني كامل السفتي أو الأمان كامل. الأمان يعني نعم نعم كامل. يعني هو نقدر نقول له عليه عملي. عملي نعم. زين، في له براءة اختراع مسجلة لدى يعني الجهات المختصة؟ نعم، مسجل في وزارة التجارة والصناعة. جميل. نعم. الآن احنا نشوف الجهاز هذا، لكن كيف نستخدمه؟ نستخدم يلا بنشوف كيف نستخدمه. هذا الجهاز أعزانا، وشوفوا كيف عملية استخدامه، ويصلح مثل ما ذكرنا الصباحي لكافة أنواع النخيل لطلوعهن أو الصعود إليهن، حتى لو كانت الكرب يعني انه متحلل. نعم، نشوف كيف يشتغل هكذا. نريد نشتغل واقف، يعني الواحد يشتغل واقف كذا على راحته، ما في عنده مشكله. نعم. شايف كيف تريد تصعد فوق الحين او تريد تجلس، مثلا تريد تجلس في الكرسي. هذا هل هو هذا كهربائي ولا لا؟ لا لا لا، على طاقه الانسان يعني كذا. اها، هذا تطلع. نعم، يعني انت اللي تتحكم فيه. ايوه نعم. ابي تحيه يا جماعه الخير هنا ايضا لهذا الجهاز الجميل. هكذا يعني؟ نعم هكذا. نعم. تريد تنزل الحين؟ نعم. كيف ننزل؟ كيف تنزل؟ نعم. وجهاز آمن؟ آمن نعم. آمن. جربتوه هناك يعني في موسم حصاد التمور؟ نعم. نحن نصعد بالهذا ما نصعد بالحبل. وفي كثير الآن من هذه الأجهزة عملتها؟ نعم كل، لا نعم. في كثير من الأجهزة عملتها يعني؟ عملت جهاز هذا. ومسجلين إنه إحنا الحين ننظر شركة علشان تصنع هذا الجهاز. جميل، يعني هذا النسخة الأولى فقط يعني. نعم. النسخة الأولى. نعم. يعطيك الصحة والعافية. نشوف أعزائنا أيضا في ابتكارات أخرى، خليكم معاي بس. في ابتكارات أخرى. وهو نفس الشخص أنا بنتظره، وينك يا الصباحي؟ من على هذه نفس الشخص، تعال معاي. حياك الله مرة ثانية. إيش هذا الجهاز أيضا؟ هذا فراز لعسل النحل. عسل النحل طبعا يربيوه في المزارع. نعم وكذا. انا اتمنى تاخذ نعم، ناخذ البراويز من العسل ونحطه في هذا الفراز ونعمل حركه دورانيه كذا، وهو يفرز العسل. هو يفرز العسل لانه بيصير طرد مركزي، يظهر العسل من ثقوب البرواز ويضرب في جدار المعون، نحط له معون تحت هناك ينزل العسل. نعم. وهذا الجهاز اللي هنا، تعال من هنا ايضا. هذه شاوي. تعال من هنا، تعال من هنا. دائما خليك مع الكاميرا عشان نوضح للمشاهد ان شاء الله. هذا انا اشوف مشاكيك هنا. هذه شاويه اللحم. شاويه اللحم نعم، اسمع عشان اسمع صوتك تفضل. شاويه اللحم هذه يعني تخلي اللحم في خميس. نعم. تخلي اللحم في النار، تجلس مع الضيوف او تجلس مع اولادك، فهي تدور المشكاك بنفس الاله هذه. ولها توقيت معين؟ توقيت معين تقريبا. لما يكون جاهز كذا تتوقف؟ تتوقف، لا ما تتوقف هي، انت شيل مشاكيك هذا الخمسه وجيب مشاكيك غير مركبها. وسهلة يعني، سهلة جدا. نعم. سهل نعم. التركيب يعني. أيوة. ممكن على طول يعني. نعم. حتى لو هي تدور وفيها أمان أيضا، أنا شايف أيضا. نعم نعم، درجة أمان كبيرة. نعم. هذا اللي كأنه تركيبة حلوى أيضا. إي هذه الحين فكرة جديدة لصناعة الحلوى العمانية. جميل. لاحظنا أن الحلاو لما يصنع الحلوى نعم يبذل المزيد من الجهد العضلي، وطبعا يجلس قريب من المعون، وخاصة إذا كان شايب يعني مسكين. نعم حصله. نعم نعم. يعني يمكن صحته ما تسمح له. نعم نعم. ويجلس قريب من معون الطبخ. نعم. يتعرض لدرجة حرارة عالية يعني. ولما يتعرض للحرارة تجد يتأخر إلى الخلف. نعم. ويميل جسمه إلى الأمام، ففي المستقبل يعني لابد أن تحصل عنده مشكلة في ظهره وفي رجوله. حتى جلست أمام الحلوى وجدتها غير صحية لأنه يقلص رجوله. فهذه أنا عملت على أساس الحلاو يقوم بمهمة الحلوى ويجلس في كرسي
بس هي لما يشوف الحلوى محتاجة إلى السمن أو محتاجة إلى الهيل والمورد، هو يخلي هذه الأشياء في الخليطة اللي خليها هنا، يخليها هنا السمن يخليها. نعم هذا نعم يفتح الولد سمن يروح. نعم ويروح على طول، ويروح على طول في الحلوى بمقاييس معينة يعني. نعم الآن ممكن تشتغل هي؟ تشتغل. نعم زين. أنا بسألك كيف جاتك فكرة هذه الابتكارات؟ أول شيء أنت مهندس؟ أنا ميكانيك فني سيارات. ميكانيكي فني سيارات. سيارات. نعم. جميل. واستغليت هذا ال أيوة، وبعدين أحب الابتكار العلمي من يوم وأنا صغير يعني. ما شاء الله. نعم. يعني هذا اليوم بس أنت نماذج جايبين لنا منهن يعني. نعم من نعم من في ابتكارات ثانية موجودة. واشتغل يعني. ما شاء الله الآن يعني ممكن يعني يكون يحرك الماي مع الحلوى. نعم. جربتوها. جربناها. وما في فرق بينها وبين ال يعني اللي هي عملية اليدوية، العمل اليدوية. شوف الحلوى اللي يعملها الحداد الحلاو تاخذ 4 ساعات تقريبا او 4 ساعات ونص، لكن هذه اقل من ساعتين لانه حركه البسطان اللي يحرك تستغل يعني تستغل الفتره الزمنيه ايضا وراحه الشخص يعني. الحين حركه البسطان باليد يعني يمكن كم حركه؟ 20 حركة. هذه في حركه واحده الحلوى تحركها. جميل. نشوف الاجهزه الثانيه نمر عليها. حياك الله. ايضا من معاك هنا؟ هذا خميس بن جمعة ولدي. هذا ولدك ما شاء الله. خميس كيف حالك؟ طيب. ايضا مع الوالد؟ الحمد لله. هي نعم. اخترعت معاه ولا هو عاد المهندس؟ احد نكسب الخبره منه يعني. ما شاء الله يعطيك الصحه والعافيه. ايش هذا؟ تقلي القهوه. تقليه بطريقه يعني غير عن الاشياء التقليديه. احنا تعال عبد الله نراويك كيف القهوه تكون موجوده فيها. تفضل اشرح للمشاهدين معاك. تفضل. تقلي القهوه قلايها متوازن يعني. نعم. يعني ما في حبه غضه وحبه مضيقه، لا كلها تكون يعني مستويه. نعم. نعم. شايف كيف؟ خميس حرك فتبدا الان هي تقلي القهوه، مش طحنها يعني هذه قلايها. تقلي هذه تقلي. تقلي القهوة. مش طحن. لا مش طحن. نعم. يعني اللي هي تحميص القهوه، لان تعرف احيانا. نعم. بعضهم يعني يفتكروها انها تقلي يعني تطحنها. هذه تقلي ولكن هذه اللي تطحن القهوه. هذه اللي تطحن ايضا. هذا ايضا من ابتكارك انت. اي هذه ابتكاري طبعا يعني. نعم. يعني القلايات اللي موجوده في الاسواق موجوده، بس انه فيه تعال من هنا. ايوه فيها توقيت زمني مكتوب، اللي بعض من القلايات تكتب له يعني بعض الصحاطات تكتب له 5 دقائق او 10 دقائق، ولكن هذه ممكن تشغلها على مدار الساعه ما في اشكال، لان محرك كبير. هذه ايش بعد؟ هذه لعبه باين عليها. هذه مش لعبه، هذا مهد. هذا مهد. ايوه هذا مهد للطفل يعني. نعم. لاحظنا المراه تقوم باعمال كثيره في البيت صراحه يعني، فتخلي الطفل في المهد، المهد يحرك الطفل. طبعا احنا طبيعه الحال مخلوقين اجتماعيين يعني، حتى الطفل الصغير هذا لما يحس انه مخلاه بنفسه ما احد قريب منه تجده يصيح، هو متغذي وهو صاحب خير، لكن لما يسمع امه ابتعدت عنه يعني يصيح، فلما تخليه في المنزل بيسمع صوت موسيقى هادئه عامل له وحركه فيسكت يعني وترتاح لأمه تعمل اعمال البيت يعني. نعم. لانه تعرف احيانا حتى الام يعني وهي تحرك ايضا تستمتع بتحريك المنزه او المهد يعني، وفي نفس الوقت رياضه يعني ايضا. صحيح. بس هي لما تكون عندها اعمال أعمال. في نعم. اعمال في البيت. نعم. هنا مشكله انها بتخلي الطفل يصيح او تعمل اعمال البيت. صحيح. فهذا اللي وهذا الكرسي لمساعده المعاقين. نعم. المعاقين. نعم. نعم. المعاقين وكبار السن، واحد قدم في العمر ما يستطيع يمشي، عنده مزرعه طويله وعريضه، يتحرك في الكرسي وين مكان يريد يعني. نعم. احنا نلاحظ في السوق ايضا شبيه. ايش الفرق بينه وبين هذا اللي اخترعته؟ الفرق ان الكهربائي هذا طبعا يعني يوديك مسافه قريبه على اساس تفرغ البطاريه، لكن هذا في محرك صغير يوديك اي مكان يعني مسافات بعيده وكذا، هذا الفارق يعني. نعم. ويشتغل بالوقود. نعم. ممكن بالوقود. بالوقود بالبترول. نعم. بالبترول. نعم. وهذا الثاني هذا كرسي. نعم. متحرك بالاذرع. نعم. نفس الشيء لمساعده ايضا المعاقين. نعم. نعم. وهذا لصيد القطط. هذه مصيده للقطط. مصيده القطط هذه طبعا يعني القطط اذا يزيد في البيت اكثر من واحد او اثنين يعني، فتجد انك يعني ما تستطيع تخلي المطبخ مفتوح او تخلي اكل في معون الا والقط يلعب فيه. لكن نحن عملنا المصيده هذه نصيد حتى ممكن يحتاج جزءنا هذا يعني للصباح. اي طبعا ما احنا لما نصيد القط نشله برا يعيش في الصحراء، ما يجوز ان نقتل دابه يعني. بس نعم. نصيده ونعقد. لا اقول ان بعضهم اذا ما يبوا يتخلصوا منه. أيوة. عندهم اكثر من قط في البيت يحجزوهن هنا للفتره النهاري وبعدين يبطلوهن. إيه. ما يصلح يبطلون. بدوه يبعدوهن يعني. نعم. وهذا لا فك يعني اقول لك هذا جهاز لمعاق. نعم. لإعاقة في العالم، الواحد ما يستطيع يقوم من مكانه. نعم. واحد مساعدنه يعني. كيف يعمل هذا؟ ولما يرفع الشخص هذا. نعم.
يدوي نعم نعم. شوف لاحظ خميس لاحظه خميس الحين بزاويه 90 درجه، لكن لما يطلع لنقطه معينه على طول الشخص شوف الكرسي يميل على الامام وحده. نعم. عشان يدفر ظهر المعار. اكيد لما يدفر الظهر تشتغل عضلات هذه الاجهزه. رفع الخميس قرب نشوف. نعم. هذه الاجهزه اللي شفناها، لكن ايش الاشياء الجديده الان بك مع الكاميرا، ايش الاشياء الجديده الان عندك تفكيرك ايضا؟ والله في اشياء كثيره صراحه اللي حسب ما يحتاج الانسان في الحياه اليوميه الانسان يفكر فيه يعني. يعني عندك خطط ايضا للابتكارات الجميله. ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. بارك الله فيك. ونشوف خميس ايضا واخوانه ايضا مبتكرين ومساعدين معاه. ان شاء الله تعالى. احسنت استاذ عبد الله. يعطيك الصحه والعافيه. انا سامع مناداه هنا عندي، لكن لما اوصلهم بنروح لابتهال اعزائنا المشاهدين وراجعين لكم. متواصلين معكم مشاهدينا ومع ولاية نزوة والأركان المتنوعة اللي حابين أنهم يعرضوها معنا اليوم من خلال مسابقة برنامج أصالة. أنا موجودة الحين في الركن الخاص بالجمعية العمانية لأصدقاء المسنين. هذه الجمعية مقرها الرئيسي في ولاية نزوة، راح نتعرف عليها بشكل أكثر وعلى تفاصيلها وعلى أنشطتها إن شاء الله من خلال هذا الركن والخوات. نتعرف عليكم. نعيمة سالم محمد الكندي. حياك الله نعيمة. ذكرى المصلحي. ذكرى المصلحي. ذكرى حياك الله يا ذكرى ونعيمة. خبرونا شوي عن الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين، متى أنشئت؟ خلوه معاكم واللي تبغى تجاوب تاخذه. أنشئت 17/1/2011، مقرها مقر نزوة بس شاملة جميع السلطنة. إيش الأنشطة اللي تتضمنها الجمعية بالضبط؟ مساعدة المسن على التعرف على حقوقه الشرعية ومساعدة الصحية، ونسويهم فعاليات مثل أيام ترفيهية وأيام فيها رحلات وأيام فيها أنشطة رياضية حتى أنشطة صحية عندنا. إيش اللجان اللي عندكم في الجمعية؟ عندكم أكثر من لجنة؟ عندنا اللجنة الرياضية واللجنة الإعلامية واللجنة الثقافية ولجنة التوثيق ومشاركة المجتمع، وعندنا الصحية اللجنة الصحية. طيب الحين الحين انتم المقر الرئيسي في نزوة، بس مثل ما قرأت من خلال الكتيبات اللي عندكم ان انشطتكم متوزعة على كل ولايات السلطنة، فياريت لو تخبرونا شوي عن هذا الجانب. طبعا احنا نسعى ان نشكل روافد ثانية غير ولاية نزوة في الولايات الثانية مثل محافظة مسقط، محافظة الشرقية، نعرف عن نفسنا من خلال المعارض والأنشطة اللي نسويها واللجنة الإعلام طبعا الصحف وهذه الأشياء. نعم. نوضح للناس احنا شو نسوي، ليش الهدف الرئيسي هو خدمة المسن أول شيء. نعم. والعمل التطوعي. الجميل عندكم في الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين أن المسن يكون موجود في بيته مع أهله مع عياله مع أحفاده وعايش حياته يعني بشكل طبيعي مع أهله، ولكن أنتوا تقدموا له هذه الخدمات وهو في مكانه، فخبرونا عن تفاصيل تقديم الخدمات لهم. نروح نعملهم زيارات مسن. أيوة. زيارات منزلية، هذه الزيارات نعرف مشاكلهم ونحاول يعني بحلول نعطيهم هذه، حتى لو ما في عندهم مشاكل ناخذ خبرتهم. نعم. يعني تعرفي أجدادنا من زمان عندهم خبرة في أشياء. طبعا عندنا خبرة. ونشوف اي حد محتاج مثلا لسرير او لكرسي نقال او لحد يعني حكازات متحركه يعني تساعد. نعم. في هالشيء نلجأ للصحة عشان تساعد. طيب المسنين هل انتم تبحثوا عنهم بطريقة معينة او تلجأوا لمثلا جهات معينة لإيجاد المسنين ومواقعهم، ولا مثلا يجي يسجلوا معاكم في الجمعية؟ احنا نروح زيارات منزلية كذا من نفسكم، بس تروحوا بدون ما تكونوا عارفين. لا نعرف الاماكن ما فيها يتواجدوا فيها المسنين. نعم. ونفس الحالة في لجنة في التنمية الاجتماعية وزارة الصحة مساهمة في هذا الشيء. نعم. ساعدنا. طيب مين الجهات اللي تدعمكم، تدعم هذه الجمعية وهذا المشروع اللي اتوقع انه مشروع كبير اجتماعي جميل؟ التنمية.
التنمية والحكومة. طيب وبخصوص القطاع الخاص، هل تواصلتوا مع القطاع الخاص لدعم مثل هذا المشروع على مستوى أكبر ويغطي كل ولايات السلطنة؟ لا دائما كل ما تكون عندنا فعالية أو أي شيء نحاول ندخل القطاع الخاص في هذا الشيء ونشجعهم على أنهم يدخلوا أعضاء معانا ويدعموا الجمعية الأصدقاء المسنين. نعم طبعا نحن نوجه لكم كل الشكر على جهودكم الطيبة، يعني كثير مشرف نحن نشوف شباب وشابات مثلكم يتطوعوا في مثل هذه الأنشطة الاجتماعية. وهنا موجود عندهم كتيب اللي حاب انه ينضم للجمعية، كل اللي عليه يعمله انه يسجل اسمه ورقمه. هذا اللي يريد يدخل في العمل التطوعي، ايوه يعني الانتساب العضو يكون من 18 سنة لفوق ويكون حسن السلوك ايوه يعني يسجل اسمه والعمره والرقم. نعم ايوه تواصل مع الجمعية. نعم اذا اي شخص موجود في حديقة القرم الطبيعية او هنا عندنا في القرية التراثية وحاب ينتسب لجمعية الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين يجي ويسجل اسمه ورقمه وبياناته كلها، وهم إن شاء الله راح يتواصلوا معه للمشاركة في أنشطتهم من كافة ولايات السلطنة. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أكيد بشلة. شكرا. إذا أنا راح أخذ هذه المعلومات كلها واحتفظ فيها إن شاء الله ونكمل مع الركن اللي معانا ولا عبد الله؟ طيب إذا راح نروح لعبد الله وبرجع لكم بعد شوي إن شاء الله. أنا في سوق نزوة وهنا المناداة، ولكن أول شيء بنسمع سمحوا لي بنسمع صرخة السوق. وكلنا رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. قصوم زي القصوم. توكلنا رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تسمى زاخة السوق اللي في بداية النداء الصبح. هذا الصباح والحين عاد الغنم واي شيء ينادى بالسوق. كم اقسم الله كم اقسم الله 50 50 50 52 من بيزيد؟ من بيرسم؟ 56 وجبه ريال. مبروك 97 7 8 9. وايضا معانا النبات هنا ايضا اضافه الى كملوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله ما شاء الله. والنبات ايضا نبات. نعم نبات حلو جميل. نعم اوه مرة ما يحتاج. كم عليه النبات؟ كم عليه؟ 3 ريال 3 ريال 4 ريال 5 ريال 200 4 6 8 5 5 5 ريال 200 5 و 200 4 أبا سلك. السوق إلو كاتب أيضا؟ نعم إلو كاتب يكتب يعني؟ هي كاتب. نعم إلو كاتب. أها جاب اللي كاتب من أي مكان يكتب الكاتب. زين الدلال يعني مثل أنت الحين دلال صح ولا لا؟ إيش إلو من الأجر؟ من الأجر 106 ريال. من ال 106 ريال؟ 6 ريال ريالين على القعد. أها والأربع ريال حد الآن. هذا من يدفعها عاد اللي صاحب الهاشة؟ صاحب الهاشة. ما المشتري يعني؟ لا صاحب الهاشة. نعم يعطيكم العافية. اذا سوق نزوة طبعا من الاسواق النشطة دائما نشوف خاصة الجمعة حقيقة اغنام كثير وابقار كثير. يعني اليوم الصبح كان ما يحتاج سوق نزوة. ناهي اليوم جايين الحمد لله. يعطيكم الصحة والعافية حياكم الله. هذه هي عاداتنا وهذه هي اسواقنا العمانية. نحاول اعزائنا المشاهدين الكرام انه احنا كذا نجسدها من خلال برنامج اصالة. خليكم معنا وراح ننتقل الى مكان اخر وزاوية اخرى من زوايا مشاركة ولاية نزوة. يقول لا ما غشك مارو ما غشك ما حو
ثلاثة ومئتين، ثلاثة ومئتين، أربعة، 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 ست، أربعة، مئتين، أربعة، ست، ثمان، خمسة، مئتين، أربعة، ست، ثمان، ستة، مئتين. كم عطيته اخر شيء؟ 6 ريال. 6 ريال يعني كنتوا تزيدوا 200 بيسه، 200 بيسه يعني فكنا بس 200 بيسه بس كلها. يعطيكم الصحه والعافيه، متواصلين معكم اعزائي المشاهدين. بكم من جديد مشاهدينا متابعي برنامج أصالة، ونذكركم ان اليوم معنا ولاية نزوة تشارك في مسابقتنا. نكمل جولتنا في الاركان الخاصة بولاية نزوة، وانا الحين موجودة في الركن الخاص بالبناء القديم، وتحديدا حاليا عند الصاروج، طريقة صناعته وتشكيله واستخدامه. خلينا شوي نتعرف اكثر على الصاروج. السلام عليكم، كيف حالك عمي؟ عليكم السلام. بعدكم لحد الحين تستخدموا الصاروج في البناء ولا لا في نزوة؟ نستخدمه. متى؟ من سنين، ما من يوم. من لا لا يعني لحد الحين بعده ما زال يستخدم؟ استخدمته وقت الماضي. ما شاء الله. على ان هذا تراث عريق. خاص القلاع والحصون. هذا تراث اصيل. زين؟ شوف على نزوة. ايوه. والحصون كله يعني بالصاروج هذا. طيب يعني لما يتم مثلا ترميم البيوت القديمة والقلاع والحصون، هل يستخدم الصاروج نفس الصاروج القديم ولا استخدام الاسمنت القلاع الماضي العتيقة الصاروج العماني هذا حتى وقت الترميم؟ نعم، حتى لما تترمم وتتجدد ولو بالترميم. الله أكبر، أفضل عن الطين. بالترميم أفضل عن الطين. طيب وكم بياخذ وقت لحد ما يتم تشكيله وتجهيزه للبناء؟ هذا موذي قبل يشور. ايوه. بعدين حطب ويصفر. بعدين يهرق. من يهرق يجي احمر كما هذا ويسوى له ماي. بعدين يسوى له ماي عاد يضرب. ايوه. من يضرب عاد يقطع وينخل. ايوه. من ينخل يشتغل به. ايوه. ويصب له عليه ماي وبعدين يضرب الافراد هذا مال الخيل. ايوه. هذا اصيل. هذا اقوى من الاسمنت. ايوه. وهذا المقدمه، هذا جدنا واجدادنا. طيب وكيف يعني مثلا لما يكون صيف والشتاء، كيف يكون وضع البيت المبني من الصاروج؟ يعني في الشتاء؟ ايوه، مثلا في الشتاء او في الصيف. في الشتاء الصاروج ما يتغير. ايوه. ابدا. والصاروج هذا هو تراث عصير قومي يعني. الصاروج هو الاولى. ايوه. زين؟ هذا الصاروخ مشهور الى الشعب. شوف كيف الخلاع. نعم. والحصون صاروخ. ايوه. اذا يضرب قنابل او مدافع ما يتاثر قليل يعني. ما شاء الله. قليل. شكرا جزيلا لك عمي، اذا نحن كذا تعرفنا على الصاروخ. شكرا، ما قصر. راح نكمل معاكم. هنا عندنا حرفة الجذاعة اللي هي من الجذوع من النخل، جذع النخلة. راح نشوف ايش يتم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ليش تهرب مني؟ الحمد لله، الله يسلمك عمي. خبرنا شوي عن حرفة الجذاعة. والله هذه الجذاعة تتكون من أربع نخلات. ايوه. ويصير حال الجذوع. ايوه. ومثلا حال شو اسمه هذا المطعم. بس أربع نخلات. ايوه. الفرن والحصاب. ايوه. والنبسلي اربع نخلات فقط، هذه الانواع. هي. وتستخدم يعني في البناء ولا في البناء وفي اي حاجه بعد المسعفيات كل اي نخلة. طبعا الحين مثلا هذا اللي هنا ايش اللي امامنا؟ ايوه، مطعم مال البقر. يعني يستخدم مثلا للمواشي بشكل عام. ايوه. حلو. شكرا.
شكرا لك. نكمل، ما زلنا في الركن الخاص في البناء. عندنا هنا الدعون اللي هي طبعا من النخيل، راح نتكلم عنها. السلام عليكم، كيف حالك عمي؟ يا هلا، خبرنا عن الدعون. هذه الدعون تتكون من 150 زورة، من زور الأخضر ومن زور اليابس، يخلونه داخل الماء. أيوة. تستخدم للتمر. أيوة. ترويح التمر، ثم تستخدم لبناء البيوت يسقفوا بها. وكذلك يستخدمونها للعرشان. أيوة. اللي هي ظلة عن الشمس. وكذلك يستخدمونها للحيوانات ظلة. وهذا اللي أعرف عنها. شكرا جزيلا لك يا عمي، ما قصرت. نكمل معاكم ونروح لعبد الله ونشوف ايش الركن اللي محضره لنا الحين. نشوف عبد الله وارجع لكم بعد شوي. أعزائي المشاهدين، أنا أتصفح هذا الكتاب الجميل اللي يعني جابته لنا ولاية نزوة من خلال طبعا المشاركين، ونشكر كل الأعضاء اللي قاموا يعني بالإعداد وأيضا اختيار المواد لهذا الكتاب اللي يتضمن مفردات جميلة. في قصيدة هني صاغها الشاعر الأستاذ سالم بن سليمان المسروري، وتلقيها علينا. تعرف عليكي بس لو سمحتي. انا جواهر بنت يحيى الفضل العباديه. حياك الله يا جواهر، باي صف انتي؟ انا بالصف العاشر. تهوين القاء الشعر ولا تلقين الشعر انتي ايضا؟ نعم، هو الشعر حوالي منذ 10 سنوات، منذ الصف الاول في المدرسه. يوميا ما شاء الله انتي يعني تلقي الشعر هنا. نعم. يلا نسمع هذه القصيده. بسم الله الرحمن الرحيم، اقدم لكم هذه القصيده بعنوان عروس الشمس من تاليف الشاعر سالم بن سليمان المسروري. حباها الله حباها الله أرض الجود أهل ودار، عقب خلق الكون عقب خلق الكون وبسط أراضي، وعقب خلق الماء وعقب خلق الماء في بحور وانهار، قامت مدينة قامت مدينة تعتي للمجد وتشري علاك الشمس، علاك الشمس شانك نجم هالدار، ضاي القمر ضاي القمر ضح ضاح نور يهديه، نزوة نزوة عروس حز الأبهار، وصار اسمك وصار اسمك فوق دوم نطريف، زراعة وصناعة زراعة وصناعة وعلم جبار، يا مسك الناس يا مسك الناس حضرة وبواديه، ويا من سار البلج ويا من سار البلج مسافات وامتار، بساتين النخل بساتين النخل بالارض يسقيه، والقلعه الشهباء والقلعه الشهباء تحكي عصر مشوار، حصن نزوه حاضر وحصن نزوه حاضر طوبى لبانيه، والقلعه الشهباء والقلعه الشهباء تحكي عصر مشوار، حصن نزوه حاضر طوبى لبانيه، اصاله وتراث أصالة وتراث وتاريخ وأفكار، هلا بك صاحب العلم هلا بك صاحب العلم، إن كان تبغيه وإن كان تبغى المال وإن كان تبغى المال للرزق، وتقار ترى سوقها قايم ترى سوقها قايم، إن كنت شاريه وإن كنت سواح من بعيد وجار، مسكنك في القلب مسكنك في القلب والراس نحميه، والقبل الأخضر والقبل الأخضر والقاد كالنار، يشبه سهيل يشبه سهيل في ليل ناديه، بركة الموز وبركة الموز بالخصمين مدرار، تسقي المعيونة وسواقيه، وعذرا يا ولايات وعذرا يا ولايات بكل الأمصار، مدح نزوة بالشعر مدح نزوة بالشعر، قلبي غاويه عروس الشمس عروس الشمس، أسمتي كل الأخبار ودام صيتك في العلا ودام صيتك في العلا ينشر معاني، والختم والختم صلوا على محمد المختار، والختم صلوا على محمد المختار، شفيعنا يوم الحشر شفيعنا يوم الحشر وربنا راضيه،
تسلمين يا جواهر على هذه القصيدة الجميلة، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، ونشوفك دائما أيضا متألقة في دراستك وأيضا في مستقبلك الباهر إن شاء الله. شكرا يا جواهر. أعزائي المشاهدين الكرام، حبيت أيضا أنوه عن شغلة جميلة، أنه يعني أعضاء مجلس الشورى دائما هم أيضا يشاركون الولايات في مثل هذه المشاركات. أنا معي سعادة خالد بن هلال بن حمد النبهاني، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوة. الشيخ خالد حياك الله معنا. أهلا وسهلا الأخ. شاكرين لكم على يعني هذه المبادرة الجميلة وهذه المشاركة الثرية. أهلا وسهلا. كيف كان استعدادها للولاية للمشاركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر تلفزيون على إتاحة الفرصة لتغطية هذه البرنامج، برنامج مشاركة ولاية نزوة في برنامج إصالة ل2012، وكان الاستعداد مبكر من بداية العام هذا 2012، وكان استعداد مكثف، وكان تم اختيار البرامج والفعاليات، وتم التركيز على التراث وعلى الحرف التقليدية العمانية وعلى الأكلات العمانية وكذلك على الألعاب العمانية يعني القديمة. يعني اللي اليوم موجودة معانا. تفضل. أقول اللي الحرف والمهن اللي موجودة اليوم في برنامجنا. إيه اليوم كانت متميزة يعني. قد يكون. نعم، ولا أقول يعني الحرف اللي كانت معانا واللي بيشوف إن شاء الله المشاهد إن شاء الله من خلال هذا المشاركة. إحنا بس حبينا نشكرك أيضا ونشكر كل أعضاء اللجنة اللي أيضا أصدروا هذا الكتاب. أهلا وسهلا. حياكم الله. شكرا على التغطية. يعطيك الصحة والعافية. شكرا شكرا لسعادة خالد بن هلال بن حمد النبهاني، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوة رئيس لجنة المشاركة. يعطيك الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين، تواصلوا معاي، بروح الابتهال وراجعين معاكم. نحييكم من جديد، ما زلت أنا موجودة عند الحرف وراح أخذكم إن شاء الله في جولة مع الحرف. لكن سعيد أول شيء لازم يقرر، تباني في الحرف ولا الزراعية؟ شكرا. لحد آخر لحظة بيقول لي روح الزراعة، ما عليه. إذا نحن راح نحاول قد ما نقدر إن نغطي كل الأركان الموجودة عندنا. في البداية عندنا هنا السعفيات، مثل ما شايفين أشكال كثيرة ومتنوعة، ويعني السعفيات طبعا معروفة في كل أرجاء السلطنة بأشكالها المختلفة. عندنا هنا النحاسيات، السلام عليكم، كيف حالك عمي؟ خبرنا شوي عن هالحرفة. يا هلا وسهلا. ايوه صفارة. انزين ايش تسوي بالضبط؟ حال مال هذا مال الفصول هذا الفرصان مال ميمر هذا كان هو كذلك هذه بداية بس يمكن هذا حال ميمر شكل هذا هذا حال مال حروف مال أولاد مال أول مال أول هذا كذلك هو بس حال صغار مال الشرب أول مال أول هذه الشربه ومال حسين ومال هذه الاول. شكرا لك عمي، ما قصرت. شكرا، بنستعرضهم ان شاء الله مع الكاميرا. نكمل معاكم. عندنا هنا حل الشوع اللي هو طبعا من الزيوت اللي تستخلص من الزيوت طبعا هذا ما في بطاريه. تفضل. حل الشوع طبعا هو من الزيوت اللي تستخلص بهذه الطريقة، يتم استخراجه. عندنا هنا زينة الخيل، مثل ما شايفين ألوان كثيرة، ألوان متنوعة، وطبعا هذه خاصة بزينة الخيول اللي تزينها في سواء في المناسبات أو بشكل عام. عندنا هنا الملابس، خياطة الملابس القديمة، في عندنا تنوع، يعني هنا نشوف الملابس القديمة اللي بالصوف، وهنا عندنا طبعا أشكال نوعا ما حديثة ومتطورة بأشكال متنوعة ومع السين والسلي
والخامات المختلفة اللي طبعا تستخدم في خياطة الملابس في نزوة. عندنا هنا ايضا مشغولات متنوعة، ولكن هذه المشغولات اللي يميزها انها خاصة بذوي الاعاقة. طبعا الاخوان الموجودين عندنا مكفوفين، لكن ما شاء الله عليهم. يعني دائما نقول ان اهم شيء هو البصيرة. مثل ما شايفين ان بالرغم من الإعاقة إلا أنهم قادرين على تنفيذ هذه الحرف بشكل متقن وبشكل جدا جميل للاحتفاظ بها، وأيضا طبعا سواء بيعها أو عندنا حرف نسائية أخرى. هنا عندنا الغزل وعندنا البرقع البدوي. مثل ما شايفين هذا شكله مع الخوات. البرقع البدوي طبعا شكله مميز وشكله يختلف عن البراقع الثانية يمكن نشوفها في ولايات أخرى. عندنا مجموعة أخرى من السعفيات، وهنا طبعا عندنا المجامع. عندنا هنا طريقة صنع أو استخلاص الصندل. الصندل طبعا الذي يستخدم في زينة المرأة العمانية، وتكلمنا عن فوائده بشكل مكثف أكثر في لقاءات أخرى. مثل ما ملاحظين مجموعة من زينة المرأة المتنوعة، وعندنا أيضا ثقب الإذن والأنف، وعندنا الحنة بالطريقة التقليدية القديمة. عندنا ايضا في هذا الركن العلاج بالاعشاب قديما. اعشاب طبعا مثل ما تعرفون تستخدم في علاج بعض الامراض قديما، والبعض منها ما زال يستخدم الى الان. الجميل مع ولاية النزوة انه ملاحظين ان عند كل حرفة كاتبين بعض التفاصيل عنها او على الاقل الاسم، وايضا الترجمه باللغه الانجليزيه. طبعا هذا الشيء يسهل على ايضا زوار المهرجان، السياح اللي يعني قد يكونوا اول مره يشوفوا مثل هذه الحرف وما يعرفوا اسمها لا بالعربي ولا بالانجليزي، فجميل ان احنا نوصل لهم المعلومه من خلال هذا العرض الجميل. عندنا هنا المعرض. السلام عليكم، كيفكم؟ مين بتتكلم عن المعرض؟ طيب خلينا نشوف هنا النحاسيات. اول ما عندهم معلقه يستخدموها عن طريق النارجيل. الاول مثل عن تطور مال تو. شكرا. وايش هذه المعروضات؟ مشغولات هذه من وين؟ من وين هاي المشغولات؟ من جمعية مرة العمانية، خاطر جمعية مرة العمانية وعضوات الجمعية. شكرا لكم. هناك في عندنا معرض آخر. شكرا. إذا أنا راح أتجول كذا في هذا المعرض وأعرف تفاصيله أكثر، بس كذا بشكل عام ناخذ عنه معلومة. السلام عليكم. لو تخبرونا شوي عن هالمعلومة. هذه معروضات عضوات الجمعية، بعض المفارش ويعمل لنا نساء جمعية المرأة العمانية بنزوة. شكرا. إذا أنا راح أكمل جولتي هنا في هذا المعرض، بنتقل مع عبد الله وأشوفكم بعد شوي.
مشاهدين الكرام، نتواجد حاليا في هذه المعارض الجميلة، المعارض اللي نقدر نسميها كذا المتخصصة في صناعة العطور. أول شيء عندنا والأشياء الحلوة، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. تعرف عليك سالم اليعربي. سالم، أنت أيضا فنان، إضافة إلى يعني دمجك كذا لمجموعة من العطور والزهور لله. يعني الحمد لله، حياك الله. خبرنا عن الأشياء المعروضة معك. والله مخمريات بمختلف العطور الشرقية، ومطورينها بعد بالعربية. احنا اخذنا اللي ما وصل اليه الاخرون وطورناه. جميل. ايوه، اهم شيء اشياء محلية. الحمد لله، في باللبان، في بالصندل، في بالزعفران، في وحتى بالناوى نسوي بالريحان بعد ان شاء الله. ان شاء الله. جميل، وحتى عبوات حلوة. كيف اسعاركم ايضا؟ والله متوسط، في اسعار على حسب متناول الجميع. ومحلكم في نزوة؟ في نزوة ان شاء الله. شذا العود، شذا العود للعطور والهدايا. خلاص سوينا لك دعاية، هذا مجانية يعني، وانت تستاهل. ودائما يعني الشباب العماني اللي في كل حرفة يستاهلوا انه التشجيع ايضا. ان شاء الله. ان شاء الله. ايش عندك؟ هذه مكحلة والله ولا هذه؟ لا، هذه مكحلة. هذه والله اللي هو كان عمي الله يرحمه يعني يعملها، والحمد لله يعني استقينا منها بديت تصنع مثلها يعني. وابتكرناها وطورناها. جميل. إن شاء الله. جميل. هذا اللبان ايش كذا؟ هذا باللبان. هذا باللبان. هذا باللبان. شوف ريحته بس، الله، ريحه زكيه ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه. نشوف هنا معنا معرض اخر ايضا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. الله، اتعرف عليك. عماد بن سيف بن ناصر الطيواني. من تعال عماد هنا عندي. حياك الله. كيف حالك يا عماد؟ انا شايف اشياء جميله عندك يا عماد. هذه عباره عن الفضيات القديمه في ولايه نزوه اللي تشتهر بصناعه الفضيات والخناقر. هي من قديم الزمان اشتهرت بصناعه الحليل الفضيه النسائيه والرجاليه بما فيها. جميل. طبعا في منها اشياء قديمه ايضا. طبعا هذه الاشياء القديمه بالاضافه الى الاشياء الحديثه اللي ممكن ان الشخص يقتنيها، سواء العماني او الزائر لسلطنة عمان. نعم، يعطيكم الصحة والعافية، ومبين الشغل الجميل والصياغة الجيدة يعني المتقنة لهذه الحرف، ومعظمها اعزائنا المشاهدين مثل ما نشوف قديمة. انا رايح اروح الان الى الالعاب التقليدية الموجودة بالقرب مني، ونشوف بعض الالعاب الجميلة اللي يلعبوها الشباب في هذا المكان. ايش اسم هذه اللعبة؟ الراكس. يلا نشوف كيف تلعب. يلا تفضلوا لعبوا. تفضلوا. هذه اللعبة أعزائنا المشاهدين من اللعبات اللي متواجدة كثير خاصة في محافظة الداخلية. طبعا الشباب يلعبوها دائما، سواء في الحواري أو في النادي أو حتى في المسابقات. يعني احنا لا ننسى أنه عند المخيمات السلطانية تقام مسابقات للرياضات التقليدية، والكثير ما شاء الله من هذه الرياضات تكون موجودة وهذه اللعبة. لكن أنا الشيء اللي بس شايف أن فيها ضرب هذه اللعبة. خليني بس أتقرب هنا من الشباب. السلام عليكم، كيف حالك؟ ضربوك ولا ضربت أنت؟ أنت ضربتهم ما شاء الله. ما نزلنا هنا. يعني أنت كنت تحامي عنه هذا الشيء؟ أي نعم. يعني هذه طبيعة اللعبة. هذه طبيعة اللعبة. ايش الكلام اللي كان يقال؟ احنا سمعنا فيها كلام جميل. هي متعدد الاغاني، مش اغنية واحدة يعني. بس الاغنية اللي اكثر شيوعا يعني ايش هي؟ ابو شيخة وهيلوة. يا ما اقول لك يعني، في متعدد الاغاني يعني. جميل، احنا بنشوف العاب ثانية ان شاء الله، وايضا هناك البنات الصغار ايضا جايبات لعبات. خلونا نروح مع ابتهال، وانا بنتقل الى مكان اخر. جاهز بعد؟ نعم. إذا نحن موجودين الحين في البيئة الزراعية، كان الأخ قاعد يخبرني عن عريف الفلج، واللي مثل ما شايفين هنا عندنا مجسم، وراح يشرح لنا يا عريف الفلج. تعرف عليك؟ راشد بن طويب إبراهيم الجامودي.
طبعا هذا المقسم مقسم الفلق عبارة عن دلمو وبيبات كذا والمي. طلع الدلمو من عن طريق الدلمو نطلع الماء من الإناء تحت. ايوه. ويرجع مرة ثانية هنا. ايوه. وهذه عبارة عن جلسة شعبية. جلسة الفلق. عرفاء الفلق. ايوه. تقسيم الفلق. هذه عبارة عن طاسة. طاسة الفلق. هذا فينا خطوط. الخطوط هذه اللونية عبارة عن نص. عن ربع. وين الخطوط؟ هذا الربع. وهذا أيوة. الاثر. ايوه. وهذا اثر ونص. وهذا أيوة. الاثرين. الاثرين عبارة عن ساعة. ايوه. ايوه. يعني طبعا بس نشرح للمشاهدين ان عريف الفلج هو شخص مسؤول عن توزيع ماء الفلج البادة والاثر ويقوم بمتابعة زمن كل منها من حيث الساعات المعتمدة لكل مزارع. يعني تستخدموا هذه الطريقة الى الان في ما نستخدمها الان. ايوه. طبعا عن طريق الساعة. الحين على الساعة. عن طريق الساعة. هذا قديم. بس هذا الزمان الاول. ايوه. الزمان الاول. حلو. طيب نبغى نتعرف بعد على اهم المنتجات الزراعية في ولاية نزوة. تعرف عليك عمي؟ محمد بن موسى بن علي السالمي من ولاية نزوة. يا هلا وسهلا فيك. عندنا زراعة القمح وهو موجود هذا. ايوه. يعني الحب ميساني قال ميساني صنف. عندنا صناعة زراعة الحلبة. عندنا زراعة الدنجو. ايوه. وعندنا خضار كثيرة الطماط ملفوف الخس عندنا الليمون عندنا رمان في الجبل الأخضر وتعرفوا كلهم عن الجبل الأخضر. عندنا مزارع كثيرة كالتمور مختلفة خلاص خنازخ صاب بنارونجا مختلفة. ما شاء الله منتجات كثيرة ومتنوعة وما شاء الله شهية يعني. قلنا لكم كذلك هذه الزراعة هذا اسمه شوران. ايوه. يشبه الزعفران. حط المرأة هنا على جبينها هذا القمح على ما تشاهدوه. وزراعة هذه خبرتش عنه الحلبة. أيوة. والدنجو. ايوه. وهذا كذلك البيئة ايش قاعدين يزرعوا الاطفال هنا ولا ايش يسووا؟ تربة يشيلوا يصلحوا التربة. ايوه بس يصلحوا التربة. ايوه. يصلحوها يعني يحرثوا وينظفوها وان شاء الله بيزرعوا من جديد. أيوة. عارف ان شاء الله. شكرا لك عمي. راح نشوف عندنا في التنور. وين التنور؟ هنا المشاكيك. خلينا نشوف. ايش بنسوي الحين؟ هذا ايش؟ ان شاء الله نسوي الشواء. نسوي الشواء في التنور. ايوه. شيلها شيلها شيلها. طبعا هاي الطريقة القديمة الشواء في التنور. ان شاء الله كذا بعد ساعتين ممكن. يعني هو عادة ساعتين؟ عادة 24 ساعة. 24 ساعة لحد ما لكن من الضروري الضرورة اذا كنتوا حاطينها من قبل. ممكن ايوه اذا نعطيكم كثرة منه. اليوم عشان عندكم يعني؟ ان شاء الله. شكرا لك عمي. اذا ننتقل معاكم لي عبد الله وبنرجع لكم بعد شوي. الحين عند الحلقة القرآنية والتيمينة مثل ما يعني نشوف دائما في كل مشاركات الولايات يكون المطوع أو المعلم وحوله الأولاد والبنات الصغار ولكن اللي عجبني اليوم اللي جايين من ولاية نزوة جايبين معهم العظام ويكتبوا على العظام وهو أيضا تقليد متبع كان أيام زمان للحفظ وخاصة للحروف هذه إذا الحلقة القرآنية واللي ايضا بعد انتهائها يعملوا التأمينة راح اروح ايضا هنا لصناعة الحلوى العمانية وشايفين ما شاء الله الشباب ايضا قائمين على هذه الصناعة وحلوى نزوة ايضا ما شاء الله مشهورة السلام عليكم كيف حالكم طيبين تعالوا معي هنا جميل الله يحييك كيف صحتك تعال بعدك شوي عشان يبينوا بس الشباب الحمد لله حلو ان نتعلم هذه لابنائك ولا اخوانك نعم ابنائي اولادك اولادي نعم جميل كيف متقنين الصناعة الحمد لله رب العالمين
ومصنعكم بنزوة كيف نعم إن شاء الله؟ مصنع الشهوة الشهبالي صناعته بالحالة العمانية. سميتوه على اسم القلعة. نعم. ما شاء الله. أنا محمد بن عبد الله بن علي القصابي. والنعم يا القصابي. نعم. أهلا بك. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. الله يبارك للجميع إن شاء الله. الحمد لله. حياك الله. جزاك الله خير. ونتمنى لهذا الشباب إن شاء الله مستقبل باهر في هذه الصناعة المحلية. يعطيك الصحة والعافية. أعزائي خلينا أخذكم بجولة سريعة هنا حول بعض المهن. هذا الحلاق حلاق تفضل السريع. حلاق البلدة والقرية وهني معانا الوسام والمجبر المجبر المجبر سعيد بن سيم بن أحمد العوامري حياك الله المجبر وهني الوسام حياك الله يا شكيلي يا مرحبا يا وأنا شايف هني تماسيح أيضا ما شاء الله ومعروضات جميلة السلام عليكم كيف الحال؟ هذه أدوية كلها شعبية طبعا هذه أدوية شعبية وحاولنا نمزج الحداثة مع الأعشاب القديمة نعم ونختص بالأعشاب الطبية نعم والحجامة وكل ما يتعلق بالطب القديم يعطيكم الصحة والعافية وهني أعزانا مثل ما شايفين مجموعة من الأعشاب أيضا اللي جايبينها أيضا من الأودية والجبال والأعشاب الطبية وهني أيضا تقطير ماي الورد أعتقد هذا يسمي نعم جهاز تقطير جميع الأعشاب جميع الأعشاب الطبيعية نعم يعطيك الصحة والعافية احنا لضيق الوقت نحاول أن نروح كل الأماكن أنا بسلم على الجماعة اللي موجودين هنا معانا يلا نروح لابتهال وأنا على طول بكون جاهز إن شاء الله نكمل معاكم ما شاء الله اليوم ولاية نزوة يعني مشاركتهم كثير ثرية بالكثير من الحرف والعادات والتقاليد والأكلات الجميلة عندنا هنا صناعة العصي وعندنا أيضا يعني هناك عندنا بعض الجلديات وطريقة طبعا صناعتها عندنا النسيج خصوصا الحظية اللي طبعا تلبسها النساء قبل شوي شفناها هناك داخل بالطريقة اللي هي بالصوف هاي طبعا طريقة ثانية يتم طبعا نسيجها وطبعا تزين فيها المرأة عندنا هنا عملات وكتب خلينا نشوف ايش في هالركن السلام عليكم كيف حالكم الحمد لله نبغى كذا نعرف ايش اقدم عملة موجودة هناك كثيرة اي وحدة قرش الفرنس القرش نعم هذا هو يقال قرش فرنس هذا اقدم عملة موجودة ومعروف متداولة قديم ايوه هي نعم انت كنت تقولي قبل الحلقة بقرشين زمان واحد كان يتزوج هي بقرشين اول بقرشين ما الحين طيب راح اكمل انا جولتي مع العملات والكتب بس الظاهر عبد الله عنده شيء راح نشوف عبد الله عندنا وقت نرجع ولا لا طيب اذا ان شاء الله راح نشوفكم في الحلقه القادمه وكان ودي اعرفكم اكثر على الكتب والعملات ولكن للاسف ما عندنا وقت نشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله وكل التوفيق لولايه نزوة عزايا انا جيت في هذه السبله الجميله وفي هذا المجلس الجميل حياكم الله يا جماعه يا مرحبا وسهلا حياكم الله يا مرحبا طيب. سعيدين اليوم بمشاركة ولاية نزوة حياك الله وابي اقول ان السبلة والمجلس هو التقاء اهل البلد بشكل كبير هذا يعني. بصفة عامة المجلس هو التقاء وانتماء نعم يعني كل مجلس وكل سبلة لها حلة فيها سبلة ويلها ناس نعم يلها ناس الناس دورهم كما تقول لانه يديروا بشؤون قريتهم او محلتهم من السبلة نعم وتتبع المفقود مثلا حد فقده بالبلد او مثل هالاشياء وتبادل الاخبار نعم الاخبار والعلوم وكل ما يطرا نعم نعم وصلح الخلاف عموما انا شاكرين لولايه نزوة اليوم كل ما قدموه ونعتذر ايضا لو ما رحنا لاي احد لانه ما شاء الله اللي جايبينه الكثير عموما اعزائنا المشاهدين احنا يوم الاحد ان شاء الله نرحب بولايه نزوة بولايه الخابوره من محافظة الباطنة
وبالنسبة للإعادة يقول المخرج ذكرهم أنه إعادة هذه الحلقة الساعة 12:30 ظهرا إن شاء الله في يوم الغد. شاكرين لكم ولكم تحيات كل يعني طاقم البرنامج. ومن كان بيشل شعر هنا بشلة بتشل شلة؟ تفضل 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 قول وانا واحنا بنودع المشاهدين. تفضل يقول شعر لحيمر بسلطان بن حمد درعي يمثل بادية نزوة. يقول من يالس الطيبين شهما ومرتاح ولن طالت الرمسه يزيد ارتياحه يضحك مع الطيبين ويجر بمزاح كل واحد يحكي ويجيب الصراحة. الطيبين أيامهم أعياد وافراح لصبح الطيبين محل صباحة. الطيبين كم عطر في السوق فواح تلاقي لك من بعيد نفة رياحة. الطيبين كم نور على الدرب والضاح عقب الظلام النور محل وضاحها. طيبين كما طش ومطر حلو لنطاح يخضر بقوع عن غبرة بطاحة. وهم يالس اللنزال عيب وفضاح ما تنال من لنزال غير القباحة. يرمس النزل وبالمر فواح ويريد في صدرك يغمق جراحة. ولو قعد في الشدات في بات مرتاح قفة كما طير كسير ايناحة. أبعد عن الحساد من شار ومرواح تركهم ولا تقبل منهم نصاحة. ولظن من الحساد بتنال الأرباح البعد عن الحساد عندك أرباحة. أبريس للحساد.